في المركز الثقافي العربي بدير الزور عروض الأفلام المخصصة ضمن فعالية أيام السينما السورية التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما والتي تستمر لأربعة أيام. ننطلق بتفعيل السينما في محافظة دير الزور. طبعا نحن جهزنا قاعة لهذه العروض السينمائية، هذه التظاهرة السينمائية التي تقام بالتعاون ما بين مديرية الثقافة والمؤسسة العامة للسينما. طبعا هي قاعة مجهزة للعروض، ريثما يتم تأهيل دور السينما في محافظة دير الزور. وطبعا هناك شغف كبير بالنسبة لجمهور محافظة دير الزور، يعني خاصة عودة السينما بعد انقطاع دام تقريبا 10 سنوات. تظاهرة أيام السينما السورية في دير الزور جاءت لتلبية حاجة البلد والمحافظة للسينما، كون أنه دور السينما في محافظة قد افتقدناها نهائيا. السينما بالواقع هي من أحد مكملات الثقافة، والأفلام التي عرضت هي أفلام وثائقية تحكي الواقع الذي كنا نحن فيه. السينما هي الفن السابعة كما هو معروف، وهي نوع من أنواع الحضارة الموجودة. حاليا نحن مفتقدين بدير الزور السينما، ومشكورة وزارة الثقافة أنه بعثت هاي الأفلام الجميلة اللي تنشط الحركة الفنية بدير الزور. أنا تفاجأت بالحضور الموجود بهذا الكم الهائل اللي متابع للسينما، وأتمنى أنه تستمر هاي الأفلام بشكل أكبر من هالقصاي هاي. السينما شيء جميل، فيها متعة بصرية ومتعة سمعية أيضا، والأفلام اللي وصلتنا أيضا بتسجيل جميل. تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة لإعادة الحياة للحركة الثقافية في دير الزور، وتشجيع الجمهور على متابعة جديد السينما السورية، ولا سيما أن المحافظة تفتقد لصالات السينما. للإخبارية السورية، إبراهيم الظلي، دير الزور.